السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، هتلاقي فيه شوية كورسات رهيبة، يعني أنا استفدت منها حقيقة، وأوريكم إن أنا فعلا خدت كورسات وخدت شهادات. هتلاقي حاجات خاصة مثلا بالسوفت وير ديفلوبمنت، في حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي، في حاجات خاصة بالبيج داتا، بإدارة المشاريع، بالأجايل، بالكواليتي، يعني فعلا كورسات قوية ما أعتقدش إن أنت ممكن تلاقيها في مكان تاني بالنظام والترتيب اللي هم عاملينه. أوريك دلوقتي صور كورسات، دي الكورسات اللي أنا خلصتها، ديجيتال ترانسفورميشن والارتفيشال انتليجنس، وخلصت برضو الماشين ليرنينج. تمام، هو بيفتح لك فترة معينة، تمام، تحاول أنت تخلصها خلال الفترة ديت، ودي كانت الصراحة ممتازة إن أنا ألزمت نفسي بالفترة دي إن أنا أخلص الكورسات. موقع جميل وكورسات فيه بشكل رائع وتكنيكال كويسة، وكان المنهج العلمي ممتاز، في الفيديوهات بشكل حلو، وكل شويه مثلا بيقول لك خد تشجيع كتابه اهوت، او خد ورقه مثلا هتفيدك في الكارير بتاعك. فكانت الحاجات يعني حتى افتح لكم الريسورس اهوت، دي بعض الحاجات اللي ممكن تبقى مفيده، في حاجات بوك وفي حاجات مقالات تقدر انت تستفيد منها. يقول لك مثلا لو انت عايز تخش في المسار الفلاني ايه الحاجات اللي ممكن تفيدك وايه الحاجات اللي انت ممكن تركز عليها. هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو، ان شاء الله يكون ممتاز. في حاول تدور على التقنيات الجديده بحيث ان انت تبقى متطور بشكل مستمر.